يعاني الأطفال في قطاع غزة من ظروف بالغة الصعوبة مع تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والذي يحول دون تلبية احتياجاتهم الأساسية. يفتقر الأطفال لأدنى الخدمات بحيث يضطرون للوقوف في طوابير لأوقات طويلة للحصول على القليل من المياه التي تستخدمها عائلاتهم في الشرب. وانا بساعد ماما عشان ما حدا عندي كبير غير انا واحنا بنستعمل الميه كتير للجلي وللغسيل ولكل اشي بنحتاج الميه. ولما اجينا كانت الدار معبقه غبره، 4 مرات رحنا حملنا وغسلنا البيت وتعبنا، يعني الحياه معاناه كتيره وكبيره، والدمار حوالينا كله بنتنفس غبرة، فيش هوا، نستنشق هوا نظيف، كله تلوث وغبرة، مية وأكل وشرب وتعب ودور وحشوق وظهرها تكسر وإحنا قاعدين نشيله ونعبي، ودنيا تغير كتير. كنا بكيه كنا نعبي كمبرة ميلبة، أما زي كده كنا نعبي الحين ظهرنا نحمل على ايدينا، ايدينا تحس الظهر صار يتعب وكل شوي قاعدين نحمل.